ولهذا النظر طريقتان: الأولى أن ينظر إليها بعلمها وعلم وليها وبدون خلوة، أن ينظر إليها بعلمها يعني بإذنها وعلمها وإذن وليها وعلم وليها وبدون خلوة. وهذا جاء عن المغيرة بن شعبة حيث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، يعني كرها أن ينظر إليها. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك، الأمر عندها عظيم، لكن هذا هو التسليم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. ثم ذكر موافقتها وخيرها، رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح. والطريقة الثانية أن يترصد لها بحيث يراها بدون أن تعلم، فيترصد لها في الطريق مثلا، أو من بيت بحيث يراها في حوش بيتها أو نحو ذلك. وهذا ورد عن جابر رضي الله عنه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية يعني بنتا صغيرة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فجابر رضي الله عنه كان يترصد لها ويتخبأ حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط إذن المخطوبة في النظر إليها، بل يجوز النظر إليها بإذنها وبدون إذنها، لكن مع التحفظ. يعني ما ينبغي أن يأتي في الليل مثلا، أو في الأوقات التي تتوسع فيها في وضع اللباس ويترصد. وذهب المالكية إلى أنه لا بد من إذنها، لكن الراجح هو قول الجمهور لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان بعض مشايخنا يقول: الطريقة الثانية أفضل من الأولى، الطريقة الثانية أفضل من الأولى، حتى لا تنكسر نفس المرأة إذا لم يرغب فيها، وحتى لا يعلم الناس ذلك. يعني يقول: إذا رآها وهي لا تعلم، إذا لم تعجبه فتركها، ما تنكسر نفسها. لكن لو رآها ونظر إليها بعلمها ثم تركها تتأثر نفسيا. وكلا الطريقتين مشروع وصحيح. وعلى كل حال، إذا اختار الخاطب الطريقة الأولى فلا ينبغي أن يعلن ذلك، لا ينبغي أن يعلن ذلك، بل يكون بين الرجل والمرأة ووليها وأهله، لأنه لا يدرى المآل، فقد يراها وتعجبه، وقد يراها ولا تعجبه.